السلام عليكم. وقف وزير النقل إذن على مشروع نتاع التوسعة نتاع ميناء جنجن ببلاد جيجل، واللي الأشغال يعني وصلت إلى نسبة 95%، وبقات 5% معطلة، مساحة كبيرة جدا تعطلة بسبب هذه 5% تاع الأشغال اللي بقات، وبسبب مشاكل مع الشركة الكورية التي كانت متكلفة بإنجاز المشروع تاع التوسعة نتاع ميناء إذن جنجن. ويبدو أنه الاتجاه العام تاع الدولة الجزائرية في قضية الموانئ، يبدو أن المشروع تاع الحمدانية يعني الآن بدأ الابتعاد عنه والتوجه نحو توسيع الموانئ الموجودة في الجزائر، حيث وخاصة وأنه نعرف أنه فيه توسيع في ميناء وهران، في ميناء سكيكدا، في ميناء جنجن، فيه توسيع في مستقبلية في ميناء عنابة، في بجاية كذلك فيه توسيعات وإنجاز مرافق جديدة. إذن ربما هذه التوسيعات سوف يكون فيه إذن الابتعاد أو إرجاع المشروع تاع الحمدانية إلى المستقبل. إذن في هذا الإطار نخليكم تتابعوا الفيديو نتاع الإذاعة الجزائرية حول المشروع نتاع توسيعة ميناء جنجن والأهمية نتاعو كأكبر ميناء في الجزائر وكشريان للاقتصاد الوطني. نخليكم تتابعوا الفيديو إذن حول هذا الموضوع، والسلام عليكم. النجاح الكبير الذي حققته الجزائر بعد فتحها لخطوط نقل جديدة لتصدير مختلف السلع والبضائع أهل ميناء جنجن لمواكبة هذه الديناميكية من خلال تحقيق أرقام قياسية في حجم المبادلات التجارية. خلال السنة الماضية يعني تم معالجة 9.7 مليون طن، 38% هي عملية تصدير لمواد خارج المحروقات. حاليا نحن نعمل بمساحة 13.5 هكتار لنمر عند نهاية الأشغال بنهائي الحاويات إلى 76 هكتار، ما يستطيع استيعاب سنويا 2 مليون حاوية. وللرفع من طاقة استيعاب هذه المؤسسة المينائية التي تستجيب لكل التقنيات الحديثة في مجال النقل البحري، تم إعادة بعث مشروع نهائي الحاويات لإعطاء ديناميكية أكبر لعمليات الشحن والتفريغ. نهائي الحاويات تتكون من ثلاث أرصفة، الأرصفة في ستة على الطمينة كونتون أفسيد 30 هكتار، بالنسبة للدوام العمل هو 2x12 يعني 24، ما حبسوش. نسبة الأشغال هي يعني قبل الاستئناف في المشروع كانت في حوالي 95%. اليوم في هذا المكان جينا باش نشوفوا مدى تقدم الأشغال فيما يخص ميناء جنجن للسلطات العليا تاع البلاد، تعطيه أهمية كبرى كونه مركز من مراكز اللوجستية اللي تفتخر بها البلاد. أعطانا تعليمات فيما يخص استلام هذا المشروع هذا اللي عارف تأخر فيما سبق. إن شاء الله ستكون لنا لدينا عدة زيارات على هذا الميناء حتى نتمكن من استلامه في الآجال التعاقدية. تدعيم هذه المنشأة المينائية بمشاريع تنموية مكملة سيجعل منها مركزا محوريا لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.